السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تعاون الصحه والعافيه، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكره المغربيه بالدارجه. باش ما نطولش على اخوتي، نمر الان الاهم عناوين حلقه اليوم. تطورات جديده بخصوص اصابه المايسترو المغربي حكيم زياش. الكاف يتجه لتاجيل مباريات نصف نهائي عصبه الابطال والكونفدراليه والاعلان الرسمي في اقل من اسبوع. الغموض يلف ظهور اعراض مرضيه تدفع بالمصابين بالتوجه الى المساجلات. صحيفه اسرائيليه: المغرب قضى على احلامنا. البرلمان الجزائري يفتتح جلسته باستفزاز صريح للمغرب. المغرب ينجح في ترتيب واحتضان جلسه جديدة في الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين. استفزاز إسباني يدعم تقسيم المغرب. كشفت مصادر إعلامية إنجليزية أن النجم المغربي المايسترو حكيم زياش يواجه خطر التغيب عن الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتازة البريمير ليج، وسيخوض تشيلسي مواجهة صعبة خلال المباراة الافتتاحية من البريمير ليج خارج ملعبه أمام برايتون. وكان زياش تعرض لإصابة على مستوى الركبة خلال المواجهة الودية أمام نفس المنافس، ولم يحسم أطباء البلو صفة الراحة التي سيخضع لها نجم الأسود أطلس، ولو أن إمكانية تجهيزه لموقعة برايتون تبدو ممكنة. ويشكل زياش أحد أعمدة الفريق الذي يجهز تشيلسي للسيطرة على المسابقتين المحلية والقارية. يسير الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف نحو اعلان عن تأجيل مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية الافريقية. وعلمنا من مصادر خاصة ان الكاف سيعقد اجتماعا خلال الايام القليلة القادمة عبر تقنية الفيديو، وفيه سيتم اتخاذ قرار تأجيل كل من مباريات النصف في انتظار تحديد التاريخ الجديد للمباريات. ومن جانب اخر، فان الاتحادات الكروية المعنية بالامر المغرب مصر وغينيا تم اخبارها بقرار التأجيل، كما تقرر إجراء نهائي المسابقتين في الأسبوع الأخير من أكتوبر أو بداية نوفمبر القادمة، أي بعد نهاية الدوري المغربي والمصري. وتجرى مباراة نصف نهائي دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب، حيث يصطدم الرجاء بخصمه الزمالك، في حين يلاقي الوداد منافسه الأهلي المصري. أما فيما يخص نصف نهائي الكونفدرالية، فإن الدور النصف سيلعب بنظام المباراة الفاصلة، ويلعب نهضة بركان أمام حسنية أكادير على أرض ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بينما يصطدم بيراميدز المصري بفريق حورية كوناكري الغيني في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. قصد عشرات من المرضى بمدينة اليوسفية والنواحي المستعجلات والعيادات الطبية المختصة في الجهاز الهضمي والصيدليات بسبب ظهور أعراض مرضية في جهازهم الهضمي كالإسهال مرفوقا بارتفاع درجات الحرارة، إذ تبين لديهم مشاكل في الجهاز الهضمي، حيث رجحت عدة مصادر محلية أن شربهم لمياه الصنابير تسبب لهم في مضاعفات صحية. وقالت يومية المساء في عددها الصادرة اليوم أن سكان مدينة اليوسفية يلاحظون تغير طعم مياه الشرب وانبعاث روائح كريهة منها منذ مدة وجيزة، مع إصابة بعضهم بالآلام في بطونهم. في المقابل، أوضح المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لذات المصدر أن المياه الموزعة بمدينة اليوسفية صالحة للشرب ومتطابقة لجميع معايير الجودة المختصة عليها وطنيا من خلال المواصفات المغربية المتعلقة بجودة مياه تغذية الإنسان والمنبثقة عن توصيات منظمة الصحة العالمية. للإشارة، فقد شهدت مدينة تطوان كذلك وحسب مصادر طبية 3 حالات مرضية في أسبوع واحد ظهرت عليها نفس الأعراض المذكورة، وهي الإسهال المرفوق بارتفاع درجة الحرارة. وما زاد الأمر غموضا هو عدم تسجيل أي حالة تسمم في صفوف المصابين. قالت صحيفة جيرازيلوم أونلاين الإسرائيلية بأن المغرب دحض جميع الشائعات التي تقول باحتمالية تطبيع العلاقات مع إسرائيل على غرار التطبيع الذي حدث بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في الأيام الماضية. ودفع البعض إلى التكهن بأن المغرب هو من سيكون البلد الثاني المطبع للعلاقات مع إسرائيل. وبحسب ذات المصادر، فإن تقرير نشرته الصحيفة الإسرائيلية المذكورة أول أمس الأربعاء يقول بعنوان: المغرب يدحض الشائعات بك
كونه سيعترف بإسرائيل، بأن رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني صرح بأن المغرب يرفض أي تطبيع لعلاقاته مع إسرائيل، لأن ذلك يشجع إسرائيل على انتهاك حقوق الفلسطينيين. وأضاف المصدر بأن هذا التصريح الذي أدلى به عثماني يبدو أنه أنهى جميع التكهنات القائلة باحتمالية إقدام المغرب على نفس خطوة الإمارات العربية المتحدة وتطبيع العلاقات معه والاعتراف بها وإنشاء علاقات دبلوماسية ثنائية. هذا وأشارت الصحيفة الإسرائيلية بأن المغرب لا يزال يحافظ على علاقاته المحدودة مع إسرائيل ويسمح لليهود المغاربة المقيمين في إسرائيل بدخول المغرب، إلا أن العلاقات الرسمية بين البلدين توقفت خلال سنة 2000 بعد انطلاق الانتفاضة الفلسطينية. قال رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري أي البرلمان الجزائري سلمان شنين إن موقف بلادي ثابت بخصوص مساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عن طريق استفتاء ديمقراطي تنظم منظمة الأمم المتحدة عبر بعثتها المنرسو من أجل تصفية حسب ما أسماها آخر استعمار. ووصف رئيس الغرفة الأولى منطقة الصحراء المغربية آخر مستعمرة في إفريقيا داعيا إلى استكمال عملية التحرير والانعتاق في القارة الإفريقية. وبدوره جدد رئيس مجلس الأمة الجزائري بالنيابة أي الغرفة الثانية جدد صالح قوجيل دعم بلاده لخيار الانفصال في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن مساندة الجزائر للشعب الصحراوي نابعة من مبدأ الجزائر في الوقوف إلى جانب حق الشعوب في تقرير مصيرها. وأكد قوجيل أنه لا يوجد مشكل بين الجزائر والمغرب بهذا الخصوص. وكان البرلمان الجزائري قد افتتح بغرفته دورته التشريعية الجديدة بتحديد دعم الجزائر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب أو ما يدعى البوليزاريو في خطوة تعكس الاهتمام الذي توليه السلطات الجزائرية لملف نزاع الصحراء. وتأتي تصريحات البرلمان الجزائري متناقضة مع ترحيب المتحدث باسم الحكومة الجزائرية قبل أيام بالحوار مع المغرب وتجاوز المشاكل العالقة مع الجارة الجزائرية، مشددا على ضرورة تصفية الخلافات الثنائية وتحقيق تقارب حقيقي بين الرباط والجزائر. ويرجح حل البرلمان الجزائري بعد استفتاء تعديل الدستور في الجزائر، أي أنه من يريد الحفاظ على منصبه عليها معاداة المغرب. كشفت مصادر من الخارجية المغربية عن ترتيبات تقوم بها المغرب لاحتضان جلسة جديدة بالحوار السياسي بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبية مطلع الأسبوع المقبل، وذلك في وقت تشهد فيه الساحة الليبية تطورات متسارعة تقودها بعثة الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد أشارت ذات المصادر إلى تحركات يقوم بها مستشار رئيس البرلمان الليبي للدفع نحو استئناف جلسة الحوار في مدينة فاس المغربية. وعلمنا أن اجتماعا رفيعا سيعقد في العاصمة المغربية الرباط بحر الأسبوع المقبل بين ممثلي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وذلك بعد إعلان قرار وقف إطلاق النار منذ حوالي شهرين. ويأتي الاجتماع المرتقب لإحياء المسار السياسي تحت إشراف أممي وبتنظيم مغربي خالص، الذي استقبل مؤخرا رئيس البرلمان عقيل صالح ورئيس مجلس الدولة خالد الشمري في زيارتين متزامنتين لكن من دون إجراء لقاء مباشر بينهما. وكشفت مصادر إعلامية مغربية شبه رسمية أن وزارة الخارجية المغربية سيكون لها الإشراف السياسي على اللقاء المرتقب، والذي يحتمل أن يكون على شكل لقاء الصخيرات الذي أفضت لاتفاق في دوزمبر 2015 والذي يعتبر المغرب الإطار المرجعية لأي اتفاق سياسي وحل في ليبيا. كشف موقع الانفورماسيون.كوم الرقمي في مقال تحليلي مطوع عن القدرات العسكرية للمغرب أن التحديثات المتزايدة للقوات المسلحة المغربية يشكل مصدر تهديد خطير للهيمنة الإسبانية على غرب البحر الأبيض المتوسط. وأكدت ذات المصادر أن الرباط أصبحت من بين أهم زبناء الرئيسيين للصناعة الأمريكية، منافسة السعودية وتحديثها المستمر يجب أن يقابل برد فعل فوري من طرف الجيش الإسباني وتعزيز قدراتها. من جهة أخرى أشار المقال إلى أن المشتريات لا تختصر على الصناعة الأمريكية فقط، بل باريس أيضا وقعت عقودا عسكرية مهمة مثل بناء فرقاطة محمد السادس المتعددة المهام ونظام شاحنات قصيرة المتنقلة
النقل للمدفعية وتحسين نظام الدفاع الجوية القصير المدى. وفيما يتعلق بالإنفاق العسكري، يؤكد المقال أن المغرب ينفق 3 مرات أكثر من إسبانيا التي يعاني قطاعها الدفاعي من تبعات الانخفاض التدريجي في الإنفاق. للإشارة، أجمع العديد من كبار المسؤولون والخبراء العسكريون الإسبان مؤخرا على أن المغرب يشكل مصدر تهديد لإسبانيا القومية واستقرارها، خاصة مع الزيادة المستمرة في قدراته العسكرية، وبأن قيام دولة صحراوية مستقلة ستجهد هذه التهديدات. ولمواجهة هذه التهديدات المغربية، أكد كبار المسؤولون العسكريون الإسبان على أن إسبانيا يجب عليها تعزيز وتوضيد قيام دولة صحراوية في المغرب مستقلة على أراضي الصحراء المغربية. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها دنا الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، إلى حلقة غدا إن شاء الله.